كم سنة خدمت في الجيش الإسرائيلي؟ 6 سنوات. إذن أنت جندية محترفة. نعم. أجل، هل تستمرين بالعمل لحساب الجيش الإسرائيلي؟ أجل، أنت تعملين لصالح الجيش الإسرائيلي حتى على الأراضي الأوكرانية؟ نعم، أنا أعمل في جهاز الحماية لخط الطيران الإسرائيلي. هل كنت تقتلين الناس؟ نعم. أجل، هل اضطررت لقتل الأطفال؟ أجل، كم من الناس قتلتي؟ لا أعلم. Fantastic program that I myself have been through, and it's where people come from all over the world to do volunteer work with the IDF, the Israeli Defense Force. Veronica is from Slovakia. You came here to do volunteer work on behalf of Sorrel with the military. We want to finish him. We don't want to mess around with him. قضيت 8 أشهر تأهيلا وتدريبات من أجل أن أصبح جنديا مقاتلا محترفا. بعدها ذهبت إلى الخليل لمدة 17 يوما بعد اختطاف الفتية 3، ومباشرة بعد ذلك حاربت في الجرف الصامت في غزة. وبعدها قضيت نصف سنة في الخليل، ثم 3 أشهر تدريبا في الجنوب. وهل تستمتع بالأمر؟ ممتع جدا. حسنا، اسمي داني، وهاجرت من المكسيك وخدمت في سلاح المدرعات، وشاركت مؤخرا في الحرب في عملية الجرف الصامت. أدينا، أدينا. You're from England. Yes, I am from England. Now, were you a lone soldier? Half a lone soldier. Half a lone soldier. My mom half is better than none. هل هناك من ضمن المشاركين أطفال أو مراهقون؟ نعم، هناك دوماً أطفال مشاركون مع آبائهم ويشاركون في هذه التدريبات.